في البداية يا دكتور، في بداية جائحة كورونا كان الحديث عن انه الاطفال ممكن تكون الخطوره بتكمن في ان هم ممكن يكونوا ناقلين للعدوى، لكن دلوقتي احنا تابعنا خلال المتحور الجديد اوميكرون انه الاطفال كمان بتصاب بفيروس كورونا. عايز اعرف من حضرتك يا فندم بدايه اهميه تلقيح الاطفال في هذا السن من 12 ل 18 سنه، وهل ده بيعتمد او ليه مخصص ليه لقاحات معينه تم تحديدها للاطفال في هذه المرحله السنيه؟ حضرتك شكرا. من الاول بس عايز اقول ان الاطفال كان نسبه اصابتهم قليله، لكن كان هناك اطفال بتصاب، مش بس بيصابوا ويحملوا العدوى وينقلوها، لكن ايضا كان ممكن يجي لهم المرض. لكن دايما سيادتك استاذ جمانة الحديث بيدور حول النتائج الاحصائيه او الكلينيكيه السريريه عن نسب الإصابات ونسب تأثيرها بالمرض. بمعنى أن كنا في الأول بنقول أن الشباب والأطفال نسب إصابتهم قد تكون قليلة، قد يكون يحملوا العدوى ولا ينقلوا المرض، لكن كان أيضا بيصابوا بس بنسب أقل بكثير جدا. مع المتحولات الكثيرة في هذا الفيروس والمتوقعة دايما لغايه ما وصلنا الاوميكرون، هنجد ان نسب الاصابه في الاطفال موجوده اكثر، لكن برضه نسب الاعراض المرضيه قد تكون اقل لكن موجوده. وطبعا كان دايما بيدور حول ان كل الانسان ما كبر في السن كل ما كان عنده امراض اخرى متعاقبه، كل ما كان تاثيره بالمرض او تاثره بالمرض كان اكثر. ولذلك كان التداعيات بتاع المرض بيكون اكثر في السن الكبيره. وحضرتك لو تفتكروا كان التطعيمات في الاول كان مخصص لها فئات معينه صحيح. من كبار السن او اللي عندهم امراض مزمنه وهكذا. طبعا في الفتره الاخيره على مستوى العالم كله ومستوى مصر ايضا وجد ان نسب الاصابه في الاطفال وفي الفئات العائليه المختلفه بتكون عاليه. وبدأت تدريجيا تتعمل التجارب الكلينيكيه السريريه مش بس على الاطفال وعلى الحوامل وعلى فئات اخرى اللي كنا زمان بنقول لسه ما فيش ما يثبت او يؤكد سلامه اللقاحات فيها. دلوقتي كل ده ثبت انه في امان في اعطاء اللقاحات للاطفال والحوامل والمرضعات، ولذلك بدأ العالم كله يتجه نحو اعمار او فئات عمريه اقل. وطبعا احنا دخلنا الحمد لله في مصر في بعض انواع اللقاحات لاعطاء تطعيمات للاطفال من 12 ل 18 سنه. احنا كنا بدانا الاول الحقيقه من 16 ل 15 ل 18 ثم بدانا نقل في هذه الفئات العمريه.